أهلا بكم. قالت مديرية شرطة الطاقة إنها أحبطت محاولة تهريب النفط من خط الأنبوب الناقل مع حقل جبل بور إلى شركة نفط الشمال في محافظة التأميم. وأضافت المديرية أن عصابات التهريب قامت بتهيئة أدوات خاصة بثقب الأنابيب وإخفائها بالقرب من الأنبوب لغرض ربط صمام في وقت لاحق. وأشارت المديرية إلى أنها أفشلت العملية وضبطت المواد المسروقة. وزادت في الفترة الأخيرة عمليات سرقة أنابيب النفط من خلال عصابات الجريمة المنظمة في مختلف أرجاء البلاد. أعلنت الأمم المتحدة تسلم الكويت 270 مليون دولار من العراق كتعويضات لأضرار نجمت عن حرب الخليج في إطار مساعيها للحصول على كامل التعويضات. وقالت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة أنه ومع هذه الدفعة تكون قيمة التعويضات وصلت إلى 48 مليار و700 مليون دولار من إجمالي، ليتبقى 3 مليارات و700 مليون دولار من إجمالي المبلغ الكلي المقدر ب 52 مليار و400 مليون دولار. هذا وترتبط هذه الأموال بطلب واحد قدمته شركة نفط الكويت لخسائرها في الإنتاج والأضرار التي لحقت بموجودات النفط بحسب ما أفادت اللجنة في البيان. اختتمت بورصة العراق جلسة تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 2.23% عند مستوى 479.3% نقطة. وتم التداول على أسهم 26 شركة، ارتفعت منها أسهم 3 شركات وانخفضت أسهم 13 شركة، بينما استقرت أسهم 10 شركات وسجلت قيمة التداولات أكثر من 270 مليون دينار، بينما بلغ عدد الأسهم 249 مليون سهم، وبلغ عدد الأسهم المشترى من المستثمرين الأجانب 67 مليون سهم بقيمة 63 مليون دينار. قالت وزارة التجارة إنها أنهت الموسم التسويقي للمحصول الحنطة لعام 2019 بعد استكمال استلام الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين. وأضافت الوزارة أنها حددت يوم 26 من الشهر الحالي كآخر موعد لإيقاف التسويق عدا مركز تسويق روفيا في نينوى، فيكون إيقاف التسويق فيه يوم 28 من الشهر نفسه، من أجل إعطاء فرصة للمزارعين لاستكمال توريد ما لديهم من كميات. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن قبول الكميات التي لم تورد لمراكز التوريد في الشركة العامة لتجارة الحبوب، لكن بعد تقديم المزارع طلبا للفرع وملء الاستمارة الخاصة بذلك والتأكد من أن هذه الكمية عائدة للمزارع وتم حصادها من أرضه. قال مصرف الرافدين إن التقديم على السلف لموظفي دوائر الدولة المواطنة رواتبهم لدى المصرف يكون إلكترونياً وعن طريق فروع المصرف حصراً. وأضاف المصرف أن مبلغ السلف التي تمنح للموظفين سيكون 3.15 ملايين دينار، مشيراً إلى أن التقديم على السلف يكون إلكترونياً وبواسطة بطاقة الموظف الإلكترونية حصراً. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل لختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.